بجدد التحية مع حضراتكم. والفقرة الأولى في البيت الكبير النهاردة هيكون ضيفنا واحد من المدافعين الأقوياء فعلا، يعني لاعب كان ليه صولات وجولات مع النادي الأهلي، كان ليه كمان سجل كبير جدا مع بطولات النادي الأهلي، مدافع من طراز فريد. معانا ومعاكم في البيت الكبير الكابتن مشير حنفي. كابتن مشير اهلا بيك في البيت الكبير بيتك. اهلا بيك كابتن هاني، وطبعا انا شرف ان انا اكون مع حضرتك. حبيبي منورنا. وعايزين قبل ما نخش في ملفاتنا واخبارنا، فينك؟ موجود فين دلوقتي؟ وطموحاتك ايه اللي جاي يعني؟ والله انا موجود، الفتره اللي فاتت كنت بعيد شويه، بس اخر حاجه كنت موجود طبعا في قطاع الناشئين وفي الاكاديميات، ومسكت انا وياسر ريان ممتاز بيه، وبعد كده مسكت انا مدير فني بقى قسم ثالث في نادي القيس، نادي القيس في المنيا. تمام. ودلوقتي موجود اهو، ربنا يسهل ان شاء الله. انت دلوقتي المدير فني في؟ لا كنت السنه اللي قبل اللي فاتت. لكن كان ليك بقى كمان في اكاديميات النادي الاهلي بدايه، كمان من اول ما النادي الاهلي فكر انه يعمل اكاديميات، انت من كنت الواحد من الاوائل اللي كانوا مشاركين في يعني هيكله الاكاديميات في النادي الاهلي. كنا اول سنه اكاديميه النادي الاهلي كنا موجودين مع الكابتن محمد رمضان والكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني اول ما انشئ الاكاديميه طبعا الكابتن محمد جمعنا كلنا، من سواء ولاد النادي سواء اللعيبه اللي جايه من بره، فعرض علينا الفكره، فطبعا احنا رحبنا بيها، لان احنا كنا الفكره ذات نفسها كانت عجبانا من الاول. أكيد. ان احنا نبني قاعده او نعمل اساسيات لعيب يطلع للنادي الاهلي تدريجيا. وكان كانت في ميزه ان احنا كنا بنأهل كل سنه اكتر من اربع خمس لعيبه لقطاع الناشئين، فكان ليها هدف. فبناء يعني عليه صعدتوا اكتر من لاعب من خلال الاكاديميات، وانت بتتكلم على من كام سنه ده؟ يعني بقى لك في اربع سنين تقريبا، من اربع لا سنين. لا دي من اول موسم الاكاديميه. يعني كان معانا ناصر ماهر، كان موجود معانا في الاكاديميه. يعني ناصر ماهر من خريج الاكاديميه، خريج الاكاديميه النادي الاهلي. بعد كده صعدت بقى قطاع الناشئين حوالي اربع خمس سنين. يمكن انا قلت لحضرتك او قلت لك يا كابتن ان انا اشتغلت في بدايه مشواري مع الكابتن عمرو انور. والكابتن عمرو يعني ايه، من الناس اللي هي انا بشيد ليها جدا في التدريب، وانا اتعلمت منه كتير. ممكن هو انا كمشير حنفي بقول ان ما خدش حظه في الفرص التدريبيه، من اعظم المدربين ومن احسن المدربين فنيه موجودين. ده حقيقي. وكان عمرو كان موجود هنا معانا في البيت الكبير كمان، وهو كمان ماسك يعني فريق الشباب في النادي الاهلي، وانت عارف قد ايه المهمه دي بتبقى مهمه جدا وصعبه جدا، لان هو عليه السبوت كله في انه يأهل لعيبه كمان على مستوى عالي للفريق الاول، وده اللي شفناه. يمكن هنتطرق للحديث في الكلام دوت كابتن. ما هو دي اهم مرحله لقطاع الناشئين. صحيح. انت بتربي من اول 10 سنين او 9 سنين او 8 سنين لغايه ما توصل لسن ال 20 سنه، انت بتأهله للفريق الاول. مزبوط. وانت اللي بتختار، وانت المدير الفني. صحيح. فدي مرحله سنيه مهمه جدا، والكابتن عمرو طبعا اشتغل قبل كده في المرحله دي، وكنت انا معاه واهلنا، او هو بقى مش هقول، وكنت انا معاه كجهاز فني. كان معانا رامي ربيعه كان موجود، وتريزيجيه كان موجود، وكانوا موجودين في الفرقه وتاهلوا للفريق الاول. فهو طبعا في الحته دي عينيه كويسه جدا. كويس. وطالما اتكلمنا عن النقطه ديت، هربط معاك على طول بالولاد اللي طلعوا يمكن في الفتره اللي فاتت مع موسيماني، في خمس ست اسماء طلعوا، يعني فخري، وبنتكلم على عربي بدري، بنتكلم على بعض الوشادي، شكري. كل ايه رايك في الاولاد دول؟ كنت متابعهم، ورايك ايه في عمليه الدفع باولاد النادي في الفريق الاول عشان يبقوا هم كمان الداعم للفتره الجايه للنادي الاهلي؟ بص يا كابتن شكري، انا مرنت شكري وكان موجود معانا انا والكابتن عمرو، وانا مسكت مدير فني بعد الكابتن عمرو لما هو اتصعد. شكري احنا كنا متنبئينه من صغره، وهو من عنده 13 سنه او 14 سنه معانا، بس هو كان عنده مشكله زي تريزيجيه، الجسم بتاعه قليل جدا. فاحنا برضو وجهه نظرنا للرؤيه البعيده ان دوت ما نقدرش نستغنى عنه، لا احنا نديله فرصه، لان هيجي فتره هيبقى التكوين العضلي بتاعه والجسماني هيطول. النمو الطبيعي يعني هيجي فجاه، هيبقى في يعني اللي هو هنقول عليه ايه، معقول. يعني احنا متنبئين لشكري من احنا ماسكين ان هو يصعد فريق الاول. شكري من اللعيبه كويسه جدا، وباك شمال كويس جدا. انا عندي يعني ليا راي في دي، ان احنا كل ما يبقى في فتره توقفات او في فتره النادي الاهلي واخد فيها بطوله، لازم نبص لقطاع الناشئين وندي فرصه للناشئين، لان الناشئين متعطشه ان هي تاخد فرصه مع الفريق الاول. ده حقيقي. ولو اخدوا فرصه مع الفريق الاول، النادي الاهلي هينجح نجاح رهيب من قطاع الناشئين. ما هو ده شفناه برضه يا مشير في يمكن الاسابيع اللي فاتت. يمكن ده يعني خلينا نتكلم بكل امانه ان
ان انت حسمت الدوري بفترات طويله وانت عندك فتره ممكن جدا تريح فيها اللعيبه الاساسيه، يبقى دي الفتره المهمه اللي ممكن تشوف فيها، وده اللي حصل مع موسيماني. وانت زي ما بقولت يمكن عنصر انك تاخد من قطاع الناشئين ده بيدي كمان، بيدي امل للولاد اللي تحت ان النادي الاهلي او الفريق الاول بيبص كمان للقطاع. ويمكن النقطه دي ما كانتش متواجده بشكل كبير وانت حتى كنت موجود، ان بدات اللعيبه تقول كده كده ما بنطلعش او ما بنصعدش، فدي نقطه ايجابيه اتحققت السنه دي. يعني كابتن انت طبعا جدير عن التعريف، انت من ابناء النادي الاهلي وعارف ان اي لعيب في النادي الاهلي في الناشئين طموحه طبعاً وامله ان هو ياخد فرصه في الفريق الاول. ايوه فهي بدات الفتره اللي فاتت دي، فعشان كده حضرتك بتقول ايه الاسماء دي فهي طرحت وبقت موجوده. فنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو ان قطاع الناشئين وهو مؤهل فعلا ان يطلع لعيبه للفريق الاول. واحنا طبعا ايامينا وانت عارف ان الكابتن صلاح سليم كان بيجينا الله يرحمه كان يقول لك قطاع الناشئين انا مش عايز بطولات، انا عايز اطلع لي لعيب او اتنين للفريق الاول، ده مظبوط، هو يبقى انتوا ناجحين. بدات دلوقتي اهو بنتكلم على 4 5 ان شاء الله ربنا يوفقهم. انت لعبت كام سنه فريق اول؟ مش انا لعبت 9 سنين فريق اول. لا بدايه اول مباراه ليك كان عندك كام سنه مع الفريق الاول؟ كان عندي 19 سنه. 19 سنه يعني برضه يعتبر 19 سنه بس اتمرنت سنه كمان مع يعني كنت اتصعدت وانت مع عندك كابتن سايس سنه كمان، ولما جات لي الفرصه شاركت. كانت دي طبعا اول انطلاقه ليك عندك 18 سنه لما طلعت وشفت مين كان بيلعب في البوزيشن بتاعك اول ما طلعت؟ كان بيلعب كابتن حماده صدقي وكابتن محمود صالح وكابتن علاء عبد الصادق. دخلت حرب؟ لا ده انا دخلت حرب وعانيت كتير. طبعا وبعد كده دخل الكابتن ربيع ياسين وكان كابتن محمد سعد. لا انا صعدت في جيل يعني الحمد لله فضل عن ربنا ان انا ما مشيتش من النادي الاهلي. لا ما انت امكانياتك كمان اهلتك، يعني انت امكانياتك كبيره ويمكن برضه من المدافعين اللي ما خدش حقهم. انت عارف برضه انت زمان بقى ما كانش فيه السوشيال ميديا دي موجوده، انت اللعيبه المميزه ولعيب راجل بلغه الكوره كده، فدخولك وانت عندك 18 سنه النادي الاهلي، ما فيش اي ذكرى كده تحكي لنا بداياتك اول مباراه لعبتها كان احساسك ايه؟ كان ضد مين اول مباراه لعبتها رسمي مع النادي الاهلي؟ انا اول مباراه لعبتها كان المنيا في المنيا، وانت عارف بقى كابتن المنيا في المنيا وكان الجمهور فكابتن سايس على فكره انا كنت الاول قبل المباراه انا كنت بخاف اخش اوضه اللبس. بتخاف تخش من الاسماء اللي كانت موجوده كابتن ثابت البطل، الكابتن ربيع ياسين، الكابتن طاهر ابو زيد، يعني الاسماء دي. كنت بتغير فين؟ طيب كنت بغير في اوضه الناشئين والله يرحمه الكابتن ثابت اللي دخل قال لي تعالى طالما انت بقيت موجود معانا خش زي اي لعيبه. ده صحيح كان بتحصل برضو، احنا كنا يعني احنا كنا متصاعدين يمكن عمرو انور اتصعد قبلنا باسبوع وبعدين دخلت انا وعبد الجليل، فزي ما انت بتقول كده كنا بنغير في اوضتنا بتاعت اوضه اللبس، وخاصه ان انت عارف الناشئين كانت في الجزيره كنا نلبس ونستعد لغايه الفرقه ما تنزل واحنا ننزل، يعني لغايه برضو ما حصل لا تعالوا. وبعدين تبقى فرحه تانية بقى اول ما يقول لك تعالى كمان غير بقى مع اللعيبه الكبيره. كابتن ما انت الكلام ده كله عصرته انا يعني انا مش لازم اقوله لانك انت عصرته. دخولك بقى دخولك الاوضه لعبت مع اول مباراه المنيا في المنيا والحمد لله ربنا وفقني وكنت لعبت جنب الكابتن محمود صالح وعملنا مباراه كويسه وكسبنا والكابتن سايس كان من الفتره دي كان بيقعد في النادي الاهلي من الساعه 8 لغايه 8 فمتابع الناشئين، فهو كان بيبص كمان يعني كان بيبص على قطاع الناشئين وبيشوف مين المميز فيه. فكان متابعنا، فكان ليا الحظ الحمد لله ده فضل من عند ربنا. برده الكابتن سايس بعديه كان الكابتن شعب شافي اللي هو كان ماسكني وماسك الفرقه. عارفك طبعا. فدي من ده فضل من عند ربنا ان اتنين من ولاد النادي يمسكوا الفرقه بالفتره دي ويبصوا لقطاع الناشئين. أيه. فده اللي انا باكد على الكلام اللي فات ان قطاع الناشئين لو بص له هيطلع لعيبه كتيره أكيد. جدا اكيد فالحمد لله ربنا يعني وفقني في المباراه دي، وطبعا بمساعده بقى الكابتن محمود صالح طبعا والناس الكبار اللي كانوا قيمه وقامه يعني ما خلونيش اخاف يعني ايه العب والعب براحتك وما تقلقش واحنا هنساندك. في بعض الاوقات كنت بتلعب سيرد باك وباك يمين ولعبت كذا مركز، ولا هو كان سيرد باك انت مؤهلاتك وقوتك في المركز ده بس؟ لا لعبت سيرد باك بس هو كانت يعني الحته المفضله بالنسبه لي، وكنت بلعب باك رايت حسب الاحتياج وكنت بلعب ديفندر حسب الاحتياج حسب احتياج المباراه كنت بلعب ما كنتش بقصر يعني كنت موجود. فشيء مهم انك تكون جوكر، يعني جوكر بتلعب يعني مدير فني يحتاجك سيرد باك، بتلعب ديفندر، بتلعب باك يمين. وكلامك يرجعني او نتكلم كمان على فرقه النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي، بما انك كنت مدافع وسيرد باك رغم الاصابات، يعني انت شايف ازاي
السردباكات بتاعت النادي الاهلي، كان عندنا اصابات كتير، وبالرغم عن كده طبعا ادينا بشكل كويس. اتكلم لي برضو على الخط دوت من خلال السنه دي، رايك فيه ايه؟ بص يا كابتن، هو الخط ده اهم خط طبعا، احنا لعبنا انا وانت وكنا موجودين في الخط دون، فانت عارف الخط دون الجمهور ذات نفسه اي خطا منك او اي حاجه بتعملها ما فيش حاجه وراك غير حارس المرمى، غير خط الدفاع انت بتغطي. فالفتره اللي فاتت انا شايف النادي الاهلي الاثنين المساكين بالذات مش محظوظ جدا، لان كل ما يجي يثبت على اثنين يكملوا واحد يتصاب والتاني يكمل، يجي واحد مكانه واحد يتصاب، فما فيش الانسجام بين الاثنين. احنا ما كنا بنلعب، وطبعا انت كنت معانا او قبلينا او انت في المركز ده، فعارف ان المركز ده حساس، لازم اثنين يكملوا او يبقوا متفاهمين مع بعض. يمكن انا لعبت فتره طويله جدا انا ومحمد يوسف كتير، انا والحديد كتير، فعشان كده كنا منسجمين. انما النادي الاهلي مش محظوظ في المركز ده حاليا، انما طبعا لو ربنا شافى كل الاصابات وقدروا ان هم ينسجموا مع بعض، اي اثنين، مش هقول فلان او فلان، اي اثنين هيبقى في انسجام، فمش هتبقى في مشكله. عندنا سيرتيفيكات كويسه، حتى مع غياب محمود متولي كان ماشي بشكل كويس، اتعور، دخل ياسر ابراهيم اتعور شويه، فكان التبادل بقى ما بين ياسر، اعتقد الفتره الاخيره ياسر ابراهيم وايمن اشرف بيأدوا بشكل جيد جدا زي ما كابتن. عندنا رامي ربيعه، لو بعيد عن الاصابه هيبقى احسن مساك على مستوى افريقيا كلها، اللي عنده كل المؤهلات ان هي تخليه فعلا صحيح. يبقى احسن مساك. صحيح. طيب نروح الملف المنتخب المصري، وانت عارف ان الفتره اللي جايه عندنا ماتشين مع طبعا انجولا، ماتش مع توجو، ماتشين مهمين جدا. شايف قائمه الاختيارات ازاي من الكابتن حسام البدري، واهميه الماتشين بتاع توجو، خاصه يعني انت عارف ان احنا لعبنا ماتشين مع كينيا ومع جزر القمر وتعادلنا، فموقفنا سيء واحنا في المركز الثالث ما بين اربع فرق. بص يا كابتن، احنا انت بتقول دلوقتي الموقف بتاعنا سيء، طيب الموقف سيء يعني انا لا تتحمل اي شيء من التفرط في اي نقطه او ان انا يبقى في تعادل، بس انا بقى بقول ان الاختيارات المفروض تبقى منطقيه وتبقى فنيا صح. يعني انا ما اسيبش لعيب او اخد لعيب ما بيلعبش خالص، واسيب لعيب بيجتهد وباين وبيكسب فرقته وليه مجهود، فهنا في احباط كده للعيبه. انت بتاخد لعيبه ما بتلعبش بقى لها اربع خمس اشهر ومش موجوده اصلا في الدوري، واللعيبه الثانيه اللي هي مش عايز بس اذكر اسماء عشان ما حدش يقول كنادي اهلي او متحيز، لا، اولا لعيب الكره بيبقى شرف ليه ان هو يمثل بلده ويلعب في المنتخب. طب انا مطلوب مني عشان العب في المنتخب؟ مطلوب مني ان انا اجتهد، مطلوب مني ان انا ابين او اثبت وجودي، مطلوب مني ان انا ابقى كويس. لو انا عملت الحاجات دي فطبعا هيقع عليا الاختيار ان انا ابقى موجود في المنتخب. صحيح. طب انت بتعمل كل الكلام ده وبيتاخد واحد ما بيلعبش اصلا، طب انت بتعمل لي احباط في حته الاختيار دي. انا هنرجع لها ونتكلم عليك في كذا بوزيشن كمان، لكن معانا تقرير طبعا عن انضمام سداسي النادي الاهلي للمنتخب المصري، نشوف التقرير ونرجع مع حضراتكم. رجعنا مع حضراتكم والكابتن مشير حنفي، كنا بنتابع التقرير واستعدادات منتخبنا القومي لماتشين مهمين جدا، وكنا بنتكلم على الاختيارات، ومن ضمن الاختيارات حضرتك بتقول ان يعني في بعض القصور شويه في انضمام لاعب بقاله فترات طويله جدا جدا ما لعبش الملعب، في حين ان في بعض اللعيبه المميزه للمشاركه بلغه الكره رجليها في الملعب كده مش موجوده. ايه تاني من الحاجات اللي استوقفتك على اختيارات الكابتن حسام البدري؟ يمكن هي النقطه اللي انا اتكلمت فيها دي يا كابتن، لان انت بتعمل مش انا مش بتكلم على اللعيب بعينه، انا بتكلم على لعيبه مصر كلها. لعيبه مصر كلها كده بتجيلها احباط لان في اختيارات مش موفقه. المبدا ذات نفسه المفروض ان انا الطبيعي اللعيب اللي بيلعب انا اللي ابقى عينيا عليه ومتابعه، اللعيب ما بيلعبش ما بقاش ليه وجود، هي دي اللي بتحصل في كل منتخبات العالم. صحيح. انما انا مش عايز اعمل احباط لبقيه اللعيبه كلها الباقيه. طب شايف الماتشين ازاي يا كابتن في ظل، خلينا نتكلم بكل امانه برضو، الامور صعبه على المنتخب بشكل كبير، التجمعات قليله قوي، انت بتتجمع دلوقتي زي ما شفنا في التقرير 13 لعيب، لعيبه نادي الزمالك مش موجوده، المحترفين لسه ما دخلوش، والمباراه خلاص يعني المباراه الاولى هتبقى يوم 14، وعندك مباراه قويه وبتحدد كمان شكلك للوصول للبطوله الافريقيه. كابتن خلاص احنا عايزين ننسى الكلام اللي احنا اتكلمنا ده فيه خالص، ونعرف ان احنا منتخب مصر اللي هو رائد افريقيا، اللي هو فعلا اقوى من اقوى فرق او اقوى منتخبات في القاره الافريقيه. فخلاص احنا حتى لو احنا بنتكلم احنا مش محظوظين او الفتره او 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 المعسكرات، الجمهور او مصر او جمهور مصري مش هيقبل بالكلام ده خالص،
هو بيركز ان هو منتخبنا يوصل، منتخبنا يبقى موجود، منتخبنا يلعب نهائي، منتخبنا ياخد البطوله. ده اللي عودنا عليه المنتخب المصري. الكلام ده كله بالرغم يا مشير من تعاقب الاجيال واختلاف اللاعبين، وانت عايز اناقشك برضه في النقطه ديت. منتخب مصر دايما مرشح للحصول على البطوله الافريقيه، وكان في بكل امانه خيبه امل كبيره جدا في البطوله اللي فاتت كانت على ارضنا وما خدناهاش، وبالتالي عايزين نعوض الخساره بشكل مباشر. لكن كمان انت بتتكلم على فرق افريقيه تانية بتخطو خطوات كبيره على المستوى، اللعيبه المحترفه بشكل اكبر في دوريات اقوى، العدد اللاعبين المحترفين اقوى. بتكلم مثلا على منتخب زي منتخب الجزائر، فاحنا بنتكلم منتخب مصر دايما مرشح. انت شايف ازاي خريطه، يعني الخريطه نفسها بتاعه المنتخبات اللي اكيد اتغيرت بشكل او باخر خلال السنين اللي فاتت؟ كابتن، احنا لو جينا اتكلمنا على منتخب مصر، احنا عندنا قوام فريق فعلا، فريق محترم، فريق فيه محترفين ليها اسماء كبيره جدا وليها شان في الكره العالميه. زي ما حضرتك بتقول الجزائر، لا ما هم برضو انت بيقولوا مصر فيها محمد صلاح، فيها تريزيجيه، فيها حجازي، فيها احنا عايزين. انا بكلمك بلغه الجمهور طبيعي. احنا الكلام اللي بنتكلمه ده حاجه كرويه على مستوى العالم. الدوريات موقوفه، كورونا، المعسكرات، الجمهور ما يعرفش الكلام ده كابتن خالص. الجمهور يعرف ان منتخبنا لازم يبقى في البوزيشن ده، لازم يبقى في المكان دون، فخلاص دي يعني وده اللي في ضغط على الكابتن حسام. بالظبط. يعني ده اللي بيخلق نوع من انواع الضغط على الجهاز الفني، انك مطالب بشكل او باخر انك تعمل او تاخد بطوله. لسه كنت اقول لك يا كابتن، خلاص هو لازم يبقى في ضغط، او لازم الجمهور مش هيبرغ كده. فبالتالي هنا الكابتن حسام بقى عليه ضغط جماهيري رهيب، طبعا هو متعود على الكلام دون. واحنا برضو منتخبنا الفترات اللي فاتت كتيره جدا بيحط نفسه في مواقف يعني مؤزمه او خطر او ومتعودين ان هو بيجي في الاخر بيكمل. فاحنا اولا كلنا لازم نساند المنتخب، ولازم كلنا مليون في المية، ولازم كلنا طبعا نشيل الضغوطات اللي عليهم دي، وكلنا بقى واقفين جنبيهم. بس ده بقى يعني حاجات فنيه، المفروض الكابتن حسام بقى هو دون، وهو وشأنه دوره بقى طبعا، هو وشأنه، واحنا بندعمه برضه. احنا بنتكلم في حاجه المبدا خلاص. هو شايف مثلا، انا بتكلم وطبعا الجمهور كله هيبقى عارفني، انا بتكلم على رمضان صبحي، شايف ان هو الفتره دي هيبقى معاه ويجهزه وهيضيف للمنتخب، اهلا وسهلا، احنا متفقين معاه واحنا بندعمه. احنا مش بنقول الكلام علشان الناس تفكر. بالظبط. يعني انا كان في يوم من الايام كنت موجود في المنتخب، وكان الاختيارات عليها اسئله كتيره جدا. هو اولا واخيرا اختيارات المدير الفني ويحترم عليها، وبنسنده لان ده منتخب بلدنا. رؤيه هو شايفها، احنا بنسنده في كل دوت. لكن احنا بنعرض وبنشوف، من الوارد جدا ان الفترات الجايه بقى فيها تغيير في الفكر. يعني وده جابني لوجود مثلا كهربا، هل بعد خروج محمد طاهر مثلا جاله اصابه في العضله الاماميه، تفتكر ان ممكن كمان يكون كهربا في الوقت الحالي بديل جاهز لطاهر في الفتره اللي جايه مع المنتخب؟ هو طبعا اكيد، بس حسب برضو الرؤيه بتاعت الكابتن حسام. هل هو شايف ان كهربا هيبقى متواجد معاه في الفتره دي وهيأدي وهيبقى فيه استفاده منه، ولا الفتره دي مش بتاعه كهربا؟ بس احنا طبعا بنقول علشان ان احنا اللي احنا شايفينه ان خلاص في طاهر، يعني ان شاء الله باذن الله تكون خفيفه او ربنا يشفيه. لو مش موجود خلاص هو يبقى اقرب واحد كهرباء. يعني اعتقد يعني ده في الشكل الفني، بنتكلم ان انت مدرب ومدير فني، فبنتكلم في الشكل الفني شويه. ان لو طاهر عنده شد في الاماميه، وما انت عارف الوقت ضيق جدا والمباراه يوم 14، فمن الطبيعي ان هو اللي رجليه كمان في الملعب وبيأدي بشكل كويس وكان قريب جدا من المنتخب، فممكن يكون لمحمود كهربا دور في. طب احنا ليه يا كابتن بنقول كهربا؟ لان كهربا عنده مميزات كتيره جدا، لعيب دولي، لعيب خاض المنافسات الدوليه الكبيره، لعيب بيلعب في النادي الاهلي وبدا ياخد دلوقتي ويبقى في الفورمه، فهو دلوقتي مؤهل ان هو يبقى موجود. لو وقع عليه الاختيار فمش هتبقى صعبه من الكابتن حسام، لان جايب لعيب خبره ولعيب اصلا في المنتخب. مظبوط، مش مشكله. مظبوط، نتمنى دوت. ومن خلال المنتخب، انت عارف دايما المنتخبات بتعتمد بشكل كبير، بعض المنتخبات بتعتمد بشكل كبير على المحترفين اللي بيلعبوا بره. احنا عندنا 5 محترفين وكلهم ما شاء الله يعني بيأدوا بشكل كبير جدا، بدايه من صلاح وحجازي والنني وكوكا كمان بيأدي بشكل كويس، وعندنا تريزيجيه. لكن خلينا نتكلم على الجزء الثاني، ان انت في 2006 كان معظم قوام المنتخب اللي فاز بالبطوله الافريقيه من اللاعبين المحليين. تفتكر الدوري المصري السنه دي
افرز بعض اللاعبين اللي انت شايف ان هم كانوا قادرين يكونوا موجودين، او رؤيتك ايه للدوري المصري في السنه الصعبه ديت يعني؟ فاحنا يا كابتن احنا مجبرين على الكلام ده، خلاص احنا ما عندناش غير 5 6 محترفين، فخلاص مش هتجيب من بره، انت هتجيب من الدوري المصري. ما ده اللي بكلمك عليه. ده حسب حاله اللعيبه، اللعيبه لو في المباريات بتاعتهم. انت شفت ازاي يا كابتن مشير الدوري واللعيبه وامكانياتهم، وانت شايف ازاي الحاله الفنيه لبعض اللعيبه؟ يعني شفت الدوري ازاي المصري؟ ما الدوري ازاي يا كابتن يعني؟ الدوري بتاعنا يا كابتن، لو جيت للدوري بتاعنا انا وجهه نظري الشخصيه، الدوري بتاعنا النادي الاهلي لوحده والباقي منعزل تماما، فده بيديك برضو ان ما يعني ما فيش لعيبه ثابته وجودها، او لعيبه او منافس للنادي الاهلي بمعنى الاصح. فالدوري بتاعنا برضو يعني هو برضه لعيبه غصب عننا، لان فترات طويله وفترات متقاطعه وايقافات، فاللعيبه مش عارفه تخش في الفورمه. بس لو في دوري مستقر وفي دوري قوي فعلا، بدل ما النادي الاهلي يبقى لوحده يبقى في فرقه واثنين وثلاثه، هتاخد لعيب كويس جدا، وهتاخد لعيبه فعلا جديره بان هي تكون موجوده في منتخب مصر. واثبتت السنين اللي فاتت كلها ما كانش عندنا محترفين. 2006 زي ما انت قلت، 2006 كان 80 90%، ما كانش عندنا محترفين، وكنت بتلعب فرق قوية جدا 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 بالمحترفين بتاعتها. فاذا التجربة ذات نفسها مع اللعيب المصري بتبقى ناجحة، وان شاء الله باذن الله تبقى ناجحة الفترة اللي جاية باذن الله مع الكابتن حسام. ان شاء الله باذن الله. طيب لو اتكلمنا برضو تاني على الجزئية اللعيبة نفسها او افراز السردباكات، كان زمان بنقول مثلا عصام الحضري كان محتكر لحراسة المرمى في سنوات طويلة، وبعد مثلا عصام الحضري كان في كلام لو عصام اعتزل عندنا مشكله في حراسه المرمى، لغايه ما دخل مثلا الشناوي وبدا يثبت جدارته. نتكلم على خط الدفاع وبالذات السردباكين على مستوى دولي، انت شايف رؤيتك بالنسبه للدوليين على المستوى الدولي؟ عندنا اكتر من 3 4 لعيبه في مركز السردباكات ديت تطمنا لاربع خمس سنين قدام. طبعا بالنسبه بقى نتكلم للمنتخب كله، عندنا حجازي، عندنا حجازي ما شاء الله يعني، وفي المحافل اللي فاتت اثبت وجوده سواء خارجيا او داخليا. عندنا طبعا جبر برده متواجد معاه، عندنا انا في لعيب الونش دون يعني، انا مش عشان هو في الزمالك لا بالعكس يعني لعيب كويس، عنده المقاومات، عنده المقاومات بتاعت المركز ده. صحيح. تماما عنده القوه وعنده التمركز وعنده الهيدرز وعنده كل المقاومات بتاعت المركز ده بالذات، وانا شايف ان هو في الزمالك فعلا بيأديها، فهو جدير ان هو يبقى موجود مع الاثنين دول، يبقى 3. وعبد الغني برده موجود ولسه ناشئ وصغير، الفتره اللي جايه لا مش هنبقى قلقانين على المنتخب في المركز ده. وايمن اشرف بيأديها، وايمن اشرف بيلعب سيرد باك كويس، وبيلعب ناحيه الشمال كمان كويس، موجود مع هو ايمن اللي بيلعب دلوقتي اصلا يا كابتن يعني. ايمن اللي بيلعب، انا بتكلم على ناس يعني ايه، علي جبر. علي جبر كان بعيد، فلو دخل لو انضم موجود معاه مع القائم يعني، موجود علي جبر موجود خلاص، يبقى انا عندي حجازي موجود. علي جبر، ايمن اشرف، عندي الونش، لا عندي تفتكر المركز ده من يعني اما كنا احنا بنلعب كان في لعيبه اكتر قوه واكتر سرعه واكتر مهاره من دلوقتي؟ الفرق ما بين الاجيال دوت انت شايفه ازاي؟ سردباكات على ايامنا بمعنى اصح، وفي الفتره السنتين اللي فاتوا شايف في فروقات معينه، فروقات فنيه، اني افضل اني احسن؟ لا طبعا كابتن مفيش مش هيبقى في مقارنه خالص. لا ليه بس ليه مش هيبقى في مقارنه يعني؟ هنتكلم على الكابتن هاني رمزي، هنتكلم على الكابتن محمود صالح، هنتكلم على الكابتن حماده صدقي، الكابتن ربيع ياسين، الجيل بتاعنا احنا مشير حنفي، محمد يوسف، كمونه، ابو الدهب، دي اسماء كبيره جدا اللي احنا موجودين فيها. احنا بنعدهم، احنا بنعد دلوقتي ومش لاقيين، احنا بنعد 4 5، انا بكلمك على 10 يعني 15. زمان كان في كمان يعني حتى بره النادي الاهلي كان في اسماء كبيره تانية على مستوى الانديه التانية، واتكلمنا مع بعض ضيوفنا ان زمان كان في 4 5 نجوم في كل الانديه، يعني انت ما كانش عندك مشكله انك تجيب في كل بوزيشن 2 3 لعيبه على مستوى كبير، الكلام ده مش موجود دلوقتي. كابتن انت بتتكلم على مركز واحد ولا على عموم اللعيب؟ لا انا بكلمك على السردباكين، وبكلمك ان جنرال بقى على المستوى كله ده، يعني على مستوى وجود نجوم كتيره في انديه مختلفه غير الاهلي والزمالك يعني. لو اتكلمنا على المركز ده في الجيل بتاعنا احنا، لو هنفكر للساده المشاهدين، حمزه الجمل في الاسماعيلي، محمود ابو الدهب كان موجود، هنقول في بورسعيد يعني، جمال السيد كان موجود مثلا في السكه، ما هم دولت معاهم دولت تالقوا مع انديتهم طبعا وانتقلوا طبعا. يعني برضو
كانوا موجودين. بتكلم بقى على 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 النادي الاهلي اصلا. أوكي. الجيل بتاعنا كان موجود الكابتن حمرا صدقي في المنيا وتالق في المنتخب وجه مظبوط، يعني كنت انا ومحمود ابو الداء، الاسماء دي كلها خارج النادي الاهلي، معظمها خارج النادي الاهلي. صحيح. فاذا من بره النادي الاهلي لا كان فيه، كان فيه طبعا، يعني الانديه ما بقاش بس النادي الاهلي والزمالك او حتى في وقت من الاوقات الاسماعيلي هو الفرز الاول للمنتخب. كان زمان وانا كنت بلعب كان هشام عبد الرسول مثلا من المنيا، كان في خلط شويه، كابتن احمد الكاس كان من الاولمبي طبعا. ده يرجعنا لفكره الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه. غيابها عن الدوري المصري بيأثر، يعني النهارده غازي المحله بيوصل، ايه تاثير الانديه الشعبيه في وجودها على الدوري المصري وتاثيره على الفاليو على قيمه الدوري المصري؟ كابتن اللي انت بتقوله دون هو مخلي الدوري المصري ضعيف، انما الدوري المصري ايامينا والاجيال بتاعتنا كان قوي. ليه؟ عشان الانديه الشعبيه، عشان الجمهور، عشان لما تيجي تلعب المحله في المحله، المصري بورسعيد، الاتحاد في اسكندريه، ماتشات قويه جدا. فهو دون بيبين لك ان الاجيال اللي فاتت كانت قويه جدا، والانديه الشعبيه صحيح كانت فعلا يعني احنا لما كنا نروح بورسعيد نتعادل من بورسعيد جايين مرتاحين، اما كنا نروح اسماعيل في اسماعيليه جايين مرتاحين لو تعادلنا كمان. مظبوط. دلوقتي مش موجود الكلام ده. ليه؟ لان الانديه الشعبيه بدات تنهبط وتنزل. احنا دلوقتي كل الانديه او معظم الانديه الشعبيه بتلعب ممتاز به، او حتى لما بينزل ممتاز به لتحت كمان، ما بيقدرش يطلع. صحيح. فهي دي عامله ضعف للدوري المصري، لانك انت بتلعب برضو فرقه كابتن مؤسسات دي من غير جمهور. لو في جمهور دلوقتي هيبقى الدوري المصري قوي جدا. ليه؟ لانك انت اهم حاجه في للعيب الكوره اللي في المدرج ده هو اللي بيفوقك. صحيح. هو اللي بيديك قوه، هو اللي بيميزك عن بقيه الانديه الثانيه. صحيح. من دلوقتي مش موجود دوري مؤسسات، او معظم الفرق اللي موجوده في مصر مؤسسات، انبي هنقول، بتروجيت هنقول. فاللعيب اصلا ما بيلعبش تحت ضغط، فهو مش مضغوط فبيلعب براحته. لا، اللعيب اللي هي بقى الشعبي دون عارف ان لو خرج من الماتش مثلا خسران في جمهور قافله على الباب، فعامل حسابه فمركز في كده. فهي دي انا وجهه نظري ان هي دي ضعف الدوري. انا مأيدك تماما، مش مأيدك يعني قوي في جزئيه ان المؤسسات، احنا ممكن نعمل مزج، لازم يكون المؤسسات على مستوى الاستثمار موجوده. الجمهور الانديه يا كابتن. الشعبيه، الجمهور يا كابتن، الانديه الشعبيه بتدي المحافظات والجمهور. طبعا نتكلم يعني على فين الاولمبي ده؟ الاولمبي دلوقتي وفين؟ يعني في انديه اختفت، المنصوره كان من وما بيطلعش تاني من الفرق الكبيره. طب يعني اروح معاك بقى على ملف المباراه النهائيه ان شاء الله، النادي الاهلي يوم 27 نوفمبر خلاص اتحدد ان نادي الزمالك كان طبعا بيلعب الرجاء وفاز على الرجاء 3-1، وبذلك يتحقق يمكن يعني كل الناس كانت بتتمنى طبعا ان مصر المباراه النهائيه هتكون مصريه 100%، وده حصل النهارده بفوز نادي الزمالك على الرجاء 3-1. هننتظر مباراه نهائيه مصريه، وده ما بيتكررش كتير، يعني مباراه نهائي الشامبيونز ليج الافريقي على مستوى يمكن من سنين طويله او يمكن ما حصلش على مستوى التاريخ نفسه. لا، بيتكتب تاريخ جديد ان المباراه ما بين فرقتين، الاهلي والزمالك، فرقتين مصريين، وتقام كمان على استاد برج العرب داخل مصر. فدي شايف المباراه دي ازاي بعد ما تحدد ان الزمالك هو يعني الطرف الثاني في النهائي؟ بص يا كابتن، دلوقتي احنا نقول ده شرف للكره المصريه ان خلاص الدوري الافريقي او بطل افريقيا يبقى مصري. صحيح. كل واحد ليه انتماء، اهلي او زمالك، بس احنا خلاص لازم نستعد، لان احنا عندنا حاجه كبيره جدا اللي هو النهائي الافريقي. يعني ايه النهائي الافريقي؟ كل فرقه ليها طموح، وكل فرقه عايزه هو املها الفتره اللي فاتت دي كلها. هنقول النادي الاهلي بقى له سنين كتيره بيحاول او بيقاتل سبع سنين تقريبا ودون الجمهور بتاع النادي الاهلي او جمهورنا متعطش جدا 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 للكاس الافريقي. فنفس الكلام نادي الزمالك، نادي الزمالك السنه دي واخد بطولتين، فعنده امل وعنده طموح كبير ان هو يكمل وياخد كاس افريقيا. فهتبقى مباراه صعبه جدا، بس احنا عايزين بس نطلع الجمهور من الشحن ده. وخلاص احنا مصر خلاص، كل جمهور بانتمائه، كل فرقه بانتمائها، كل نادي بانتمائه. فاتمنى ان شاء الله تكون مباراه، وانا اتوقع ان هي هتبقى مباراه قويه جدا. الفرقتين دلوقتي في احلى مستوياتهم، الفرقتين دلوقتي خلاص وصلوا فورمه عاليه جدا، بدليل ان هم كسبانين القلعه المغربيه رايح جاي. فده بيدل على ان لعيبه مصر بدات تبقى في الفورمه، بدات تبقى في مستواها العالي.
فاتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه قويه ان شاء الله. وطبعا دي حاجه بقى غصب عننا احنا، ان احنا كاهلاويه بنتمنى ان ده طبيعي، ده انتماء. انا قبل يعني حتى اثناء المباراه كان يمكن كان الشوط الاولاني خلص بقول 0-0، كنت بتمنى ان الزمالك ان هو يوصل المباراه النهائيه 4-1، يعني الزمالك كسب 4-1. فده يعني احنا حتى قالوا لي على الاربيز الساده معانا على الاربيز قالوا لي 3-1، لكن كان في الفار يعني يتحسب ما يتحسبش. فطبعا 4-1، وطبعا بنقول مبروك اكيد لنادي الزمالك. قبل المباراه او اثناء المباراه كنا بنقول المباراه ان شاء الله الفاينل مصري خالص، وانت بايدك في الكلام ده ان تخرج المباراه كمان يمشير في اطار جيد واطار يليق بسمعه مصر والكره المصريه. وزي ما بقول لك ده تاريخ واتكتب، يعني فرقتين من بلد واحده الاهلي والزمالك بيلعبوا داخل مصر على المباراه النهائيه. تفتكر الاستعدادات الفنيه هتتغير شويه، او يمكن التكتيك مستر موسيماني كان ليه رؤيه معينه يعني هيغيرها عشان هيلعب قدام نادي الزمالك، ولا انت شايف ان احنا ماشيين بسيستم واحد وده اللي هيمشي عليه في المباراه النهائيه؟ لا، هو المدير الفني بيمشي بسيستم واحد يا كابتن، وما بيغيرش، لان هو ايا كان مين اللي هيبقى موجود، ده هيبقى نهائي افريقي، دي طموح اللعيبه كلها، ده امل الجمهور، فهو مش هيغير لان السيستم هيمشي زي ما هو، لان دي مباراه نهائيه. فهو انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت اللعيبه فايقه معاه، شايف الفتره اللي فاتت في انسجام بين اللعيبه، شايف النتائج كويسه جدا معاه، فده مؤشر برضه بيبين ان الدنيا او زي ما احنا كنا بنلعب زمان بنقول ايه، المكسب بيجيب مكسب. صحيح. فهو خلاص هو الدنيا ماشيه كويس معاه، فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان يبقى زي ما انت بتقول كده يا كابتن. اهم حاجه المباراه تليق باسم الكره المصريه. صحيح. مش عايزين نرجع بقى للمباراه اللي كانت في هنقول بقى في احدى الدول العربيه ويطلع شكل الكره المصريه وحشه. لا، احنا يا جماعه عايزين نشيل التعصب، احنا من خلال المنبر اهو، او انا يمكن اول مره اجي معاك يا كابتن بقول نشيل التعصب يا جماعه. ده حقيقي. خلاص، اهلي او زمالك، اهم حاجه يبقى شكل المصريين بره وفي افريقيا كويس. ده حقيقي. ده مهم جدا زي ما انت بتقول، مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله في النهائي الافريقي 27 نوفمبر تخرج في اطار يليق باسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك وسمعه الكره المصريه على المستوى الفني وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى ايا كان النتيجه. وان شاء الله كلنا يعني انا طبعا وجماهير النادي الاهلي اكيد بتتمنى النادي الاهلي هو اللي يفوز بالبطوله، جماهير الزمالك تتمنى الزمالك للفوز، ده شيء طبيعي. ولكن يبقى ان الكاس الافريقيه ستظل في مصر، وده شيء مهم. كابتن هاني، احنا لسه بنتكلم على المنتخب، ما هي هنا دي بقى. مزبوط. يعني هنا كده انت بتلعب اهلي وزمالك، والكابتن حسام عينيه على كل اللعيبه. طبعا وقع عليه الاختيار. هل هنا احنا هنبقى يعني لا مش عايزين، احنا عايزين الرقم واحد بنقول المنتخب، رقم اثنين بنقول النادي اللي انتمائك ليه كل التوفيق ليه. صحيح. سواء هنا او هنا. مزبوط. فاحنا عايزين مباراه ان شاء الله تليق زي ما انت بتقول كده يا كابتن بالكره المصريه، بعيدا عن اي شغب. صحيح. يبقى انا هاكد على دي بقى اهي، بعيدا عن اي شغب، مش عايزين شغب في اي مباراه بين اهلي وزمالك، لان خلاص احنا تعودنا على الكلام ده الفتره اللي فاتت، وشكلنا ككره مصريه بالنسبه لخارج مصر لا يليق. فعايزين تبقى دي بدايه للتنظيم، وبدايه للاخلاقيات، وبدايه للمستوى الفني العالي، ونخلي الكابتن حسام بقى يتفرج على مستوى عالي ويختار بيه المنتخب. وده كل ده في صالح المنتخب، يعني كل ده في صالح المنتخب. وانت في حديثك او في يعني بتسترسل بتقول ان النادي الاهلي دلوقتي في مستويات عاليه جدا، وصل مع موسيماني لشكل كويس في الاداء وشكل كويس في كمان النتائج. تقييمك ايه؟ وانا عارف يمكن قبل الهوا بنتكلم في تقييم المدرب لازم ياخد وقت شويه، لكن انت شايف موسيماني ازاي على المستوى الفني، وايه الحاجات اللي غيرها في النادي الاهلي، او مش هقول غيرها لكن طور فيها بشكل كويس عشان النادي الاهلي يؤدي بهذا الاداء وهذه النتيجه؟ يعني هو الميزه كابتن ان هو عنده خبرات افريقيه كتيره جدا وكبيره جدا، وكان ماسك فرقه، يعني انا بقول ان هو الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي هتبقى النادي الاهلي اقوى من كده بكتير كمان، لان هو كان ماسك فرقه واحنا عصرناها واحنا شفناها، فرقه بتلعب كره كويسه جدا، فرقه معظمها سنها صغير، فهو فكره احنا بنشوف المدرب بالفكر بتاعه سواء موجود. انت شفت ده من او من يعني هو ما بقالوش طبعا كتير زي ما انت قلت، لكن
بان يمكن في خلال مشوار الدوري الصغير ومن خلال ماتشين الوداد يعني. اه طبعا، لان هو جه في خلال الماتشات الاخيره بتاعت الدوري بدا يجرب لعيبه، بدا يطلع ناشئين، فهو عايز يعمل قاعده ثانيه للفرقه من السنه اللي جايه. صحيح. هو فكره مع سان داونز كان كده يا كابتن. بالظبط. هو ليه خبرات في البطولات الافريقيه وبيوصل كتير في البطولات الافريقيه، بس ما بيكونش ليه الحظ. بس اعتقد ان هو دلوقتي في النادي الاهلي اكبر قلعه في الشرق الاوسط وفي افريقيا، فان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليه. هو ليه رؤية، كل مدرب حسب رؤيته. هو الرؤية اللي هو بيشوفها في اللعيبة بتبقى موفقة ولا لا، هو ماشي معاه وموفقة واللعيبة فايقة والنتائج كويسة، فان شاء الله كلنا بندعمه ان شاء الله ونبقى معاه ويجيب لنا البطولة اللي احنا بقالنا 7-8 سنين يعني الدولاب مش موجود البطولة دي، فعايزينها تبقى موجودة. اه طبعا، وانت يعني كلنا بنقول ان شاء الله يا رب تكون البطولة دي موجودة. يعني احنا وحشتنا البطولة الأفريقية. وانت ذكرياتك ايه مع البطولات الأفريقية او المباريات الأفريقية؟ بتختلف كتير يا مشير على الشكل المحلي، يعني بتبقى ليها طابع خاص كده. تفتكر من خلال مشوارك ايوه كابتن هاني، لان هي بطوله كبيره، بطوله انت بتتعب فيها كتير جدا وبتسافر وبتبقى في مشقات وبتبقى في سفر وبتبقى في غربه وبيبقى في افريقيا كانت على يمين حاجه تانية خالص، كانت خيم كانت خيم وحشرات وعقارب، يعني تعب سنه كامله وغربه، بتيجي انت في مباراه واحده، لا دي حاجه تانية، لازم دي يبقى ليها فرحه اكتر بكتير من الدوري المصري. وبعدين احنا الدوري المصري يا كابتن خلاص، احنا يعني 7 سنين و6 سنين و5 سنين ورا بعض، فاحنا مشتاقين للبطوله الافريقيه. كل جمهور المصري او كل جمهور النادي الاهلي على مستوى الشرق الاوسط او العالم كله مشتاق للبطوله الافريقيه. صحيح. فاتمنى ان شاء الله تكون باذن الله السنه دي موجوده ان شاء الله باذن الله. ويمكن زي ما انت قلت ان كمان حاجه كويسه جدا ان الفرقه المصريه الاهلي والزمالك بيكسبوا رايح جاي، ويمكن الناس بتقول يعني سمعت ان كمان الهدف الرابع بتاع اساسي ما اتحسبش، فالنتيجه 3-1. انت لو حتى ان الزمالك كسب 3-1 وكان كسبان هناك 1-0 يبقى النتيجه 4-1. بن شرقي اسف مش فرجاني ساسي، يبقى النتيجه تعتبر 4-1 نتيجه الماتشين، والنادي الاهلي بيكسب 5 يعني بارقام كمان كبيره وسكور كبير، يدل ان الفرقه المصريه على التراك الصح. وان شاء الله ده بيوازي بقى كمان ان ده ينعكس على منتخبنا كمان. ما ده دي بقى اللي انا لسه اكلمك فيها يا كابتن. خلاص انت دلوقتي عندك فرقتين، الفرقتين جاهزين ومؤهلين ان هم بيلعبوا نهائي افريقيا. اللعيبه بتاعتها الحمد لله بفضل عند ربنا ما فيش اصابات، اللعيبه بتاعتها فايقه، فهو يقدر يختار فعلا المكان المناسب واللعيب المناسب بالنسبه له. هي دي اللي انا كنت بقولها. ده لازم الكابتن حسام برضو الفتره اللي جايه، انا مش هقول ليه عتاب او هقول لا مش انا هقول كل لعيب ياخد حقه. لو هقول كل لعيب للصالح يعني، بص يا كابتن هاني، اقول كل لعيب لازم ياخد حقه، لان في لعيبه بتجتهد وفي لعيبه بتتعب وفي لعيبه بتتعب كتير جدا عشان توصل للحلم بتاعها ان يلبس فانيله منتخب مصر. يبقى لازم يبقى جدير بالذكر ده ويوقع عليه الاختيار. صحيح. هي دي اللي انا بطلبها. تتوقع النهائي؟ اتوقع ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي. نادي ان شاء الله يعني، دي تمنيات كمان. بس احنا بنقول لازم يبقى في حساب لفرقه نادي الزمالك. نادي الزمالك الفتره اللي فاتت عمال لعبته فايقه، عمال بيكسب، هم بنقول بالثلاثه والاربعه، بيكسب بره بيكسب هنا، واخد بطولتين، عنده دفعه قويه جدا. لان نادي الزمالك بالنسبه له هنتكلم بصراحه، نادي الزمالك السنه دي خلاص اخد بطولتين، فهو مش فارقه معاه حتى يعني. ما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك يقول لك انا واخد بطولتين. احنا النادي الاهلي خدنا الدوري، فدي اهم حاجه بطوله بالنسبه لنا احنا. انا شايف كده، دي بالنسبه للنادي الاهلي اهم من الدوري واهم من الكاس واهم من كل البطولات اللي فاتت. ما هو لا الدوري بقى انت عارف 42 مره دوري. لو خيرونا برضو يا كابتن، لو خيرونا برضو بين الدوري والبطوله الافريقيه او الكاس، هنختار البطوله الافريقيه. اكيد اكيد. ودايما احنا وانت تربيت على ده مشير، احنا دايما بنلعب على البطولات، والنادي الاهلي بيلعب ان شاء الله على الثلاثيه، واحنا موجودين في كاس مصر، وان شاء الله المباراه النهائيه يوم 27. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. احنا عارفين لو فرقتنا فايقه، صدقني خلال الماتشات اللي فاتت وانت شفت الماتشات وشفت الاداء، لو فرقتنا فايقه وبتادي بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس التركيز، حتى كنت بقول مش خايفين من حد يعني. احنا ان شاء الله الناس بتخاف مننا، احنا ما نخافش من حد يعني. بص يا كابتن، انت قلت كلمه حلوه قوي، هي دي انا عايز اسمعها للاعيبه النادي الاهلي. انت قلت دلوقتي ايه؟ الروح. مظبوط. لعيبه النادي الاهلي بتفرق عن لعيبه مصر كلها بالروح. وايامنا كان بيقول لك ايه؟ روح الفالنه. مظبوط. هي دي روح الفالنه دي يعني ايه؟ ما هي دي بقى اللي بقت موجوده دلوقتي بدانا نحس بيها. ليه؟
لانك انت في ماتشات بتبقى في لا مبالاه من اللعيبه، في بيقول لك ما عندهمش روح. لا، الفتره اللي فاتت دي انا شايف اللي الروح بدات ترجع لفرقه النادي الاهلي، ولازم يبقى عندهم الطموح بقى. خلاص انا الطموح وصلت للنهائي، فورونا بقى احنا عايزين. جمهور النادي الاهلي مش هيقبل يا كابتن غير البطوله، واحنا عودناهم على كده. يعني حتى لما كنا بنلعب عودناهم على كده، فخلاص ده قدر كل من لبس فرنة النادي الاهلي، قدر ان هو يعني مطلوب منه البطوله. احنا عودنا الجمهور على كده. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. ان شاء الله باذن الله البطوله اهلاويه باذن الله. وزي ما انت قلت يعني المباراه، يعني احنا ان شاء الله اللي باذن الله احنا اللي بنسهل المباراه وبنصعبها على مستوانا. ان شاء الله نكون بس موفقين في اليوم دوت، ويكون التركيز على اعلى مستوى. القلق اللي كان قبل الوداد واللي شفناه مباراه الوداد هناك في المغرب، وشفناه بمباراه الوداد هنا في القاهره، نقول ان شاء الله باذن الله ان احنا في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي اكيد، وزي ما انت بتقول يا مشير ان هو نتمنى المباراه تخرج في اطار اخوي، واطار يعني يليق باسم الفرقتين وجماهير الكره وباسم مصر عامه ان شاء الله. دي اهم حاجه يا كابتن. احنا بنقول ايه اللعيبه، دي رساله بقى بنوجهها للعيبه، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. كنت لسه هقول لك ادي كمان رساله، يمكن رساله من خلال انت لسه دلوقتي عارف ان المباراه النهائيه مع الزمالك ما بين قوسين كده، يعني رساله اولا للاعيبه النادي الاهلي، والثانيه طبعا لجماهير النادي الاهلي. بنقول للاعيبه النادي الاهلي احنا منتظرين منكم الكاس، بس مش هيجي من فراغ. انت اعمل اللي عليك واعمل كل الجهد بالنسبه لك انت، انك انت لك طموح وصلت ليه، كمل بقى تعب السنين السنه اللي فاتت دي كلها، من احنا اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. احنا الجمهور، احنا دلوقتي بقينا جماهير، بنشوف اللعيبه، بنشوف اللعيب اللي عمل اللي عليه، وحتى لو مش موافق بنقول ده عمل اللي عليه. حقيقي اعمل اللي عليك. واحنا شايفين الفتره اللي فاتت اللعيبه الحمد لله ما شاء الله فايقه. نتمنى ان هي في المباراه بتاعت النهائي يكون ليها التوفيق، وان شاء الله باذن الله انا 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 متوقع خير باذن الله، لان الايحاء بتاع اللعيبه الفتره اللي فاتت يعني مطمنك مطمني. مطمني. وفي انا برضو المدرب مطمني لحد ما، لان معظم كابتن هاني المباريات بيبقى واقف، والمدرب اللي واقف على الخط دون بيصحح اللعيبه على طول، ما بيقفش زيه زي الجمهور. هاي. مركز. فهي دي اللي انا ايه يعني مطمناني منه، لانه بيفوق اللعيبه على طول، مدي ثقه للعيبه كبيره جدا، مش مديهم خوف. فان شاء الله باذن الله كل اللي انا بقوله دون يكلل باذن الله المباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله يبقى البطوله. يا رب ان شاء الله. كابتن مشير بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في البيت الكبير، وان شاء الله كده كلنا نفرح يوم 27 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن ده شرف لنا، كنت بكون معاك. دي طبعا كانت نهايه الفقره الاولى، لكن طبعا فاصل، وبعد الفاصل لاعبات النادي الاهلي لكره اليد. معانا طبعا اللاعبه ساره الخولي وامنيه خالد من لاعبات كره اليد بالنادي الاهلي، هنستضيفهم بعد هذا الفاصل.